السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على البم بإذن الله. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تكنولوجيا مهمة جدا في صناعة البناء، ألا وهي تكنولوجيا البيم، ونستقبل أسئلة كده ونتحاور مع بعض فيها بإذن الله. لو حد عنده أي أسئلة يتفضل مشكورا نكتبها ونبدأ نتكلم عنها ونناقشها بإذن الله مع بعض. طيب، ايه هي تكنولوجيا البيم؟ تكنولوجيا البيم هي تكنولوجيا حديثة خاصة بقطاع الانشاءات، الا وهو ان انا اعمل موديل مطابق للي هيتبني. يعني لو انا هبني مثلا فيلا، هبني قصر، هبني عمارة حديثة، هبني استاد، فانا بعمل الموديل بتاعه على البيم بأي برنامج من البرامج، وبنبدأ نشوف المشاكل اللي ممكن تواجهنا اثناء واحنا بنبني المبنى دوت، وبنبدأ نشوف ايه التكلفة اللي ممكن نحتاجها في البناء. وبما ان انت عندك الموديل فتقدر تقول كأن انت بنيت المبنى ده قبل كده، وعندك كل الملفات وعندك كل المشاكل اللي واجهتك او واجهت اي مبنى مماثل ليه، فتقدر تتنبأ بالمشاكل يعني من قبل ما تبدأ، وانت عارف ان تكلفة البناء دي هتبقى كذا، والوقت اللي هياخده في البناء كذا، والمشاكل اللي هتبقى موجودة في البناء هتبقى موجودة في المكان الفلاني، وتقدر تحلها من قبل ما تبدأ تظهر المشكلة. يعني على سبيل المثال مثلا تقدر تقول ايه ان مثلا لو في حاجة خابطة في حاجة، مثلا في مثلا تكييف خابط مع انشائي، فتبدأ تشوف المشاكل ديت وتحلها قبل ما المشكلة تحصل في الموقع وانت لسه في المكتب، فعارف المشاكل الموجودة ايه وعارف. فبتبقى عارف المشاكل هتبقى موجودة فين وتقدر تتنبأ بيها وتقدر تلاقي لها حلول، بحيث ان الشغل ما يقفش. لو انت شغال وبعد ما عملت حاجة فوجئت ان في حاجة تانية خبطت معاها، فبتضطر تاخد وقت على ما تحل المشكلة وتشوف ايه الحلول اللي موجودة وايه الانسب ليك، وممكن تضطر ان انت تعمل هدر للموارد، ان انت تكسر حاجة عشان تقدر تركب الحاجة اللي انت عايزها. فأصبح الموضوع أسهل بكتير جدا جدا من الأسلوب القديم أو أسلوب الأوتوكاد، والبيم أصبح فيه طلب عليك شديد جدا. يعني أصبح إجباري في دول كتيرة إن أنت تقدم المبنى بالبيم أيا كان السوفت وير اللي أنت هتشتغل عليه، يعني سواء كنت شغال أركيكاد أو شغال ريفت أو شغال تيكلا أو شغال إيكوسيم أو شغال أول بلان أو أي برنامج من البرامج ديت، المهم إن أنت شغال بيم. تمام، فده كنا الحاجة مهمة جدا. ايه هو تعريف البيم؟ يا ريت الناس المشاهدين كده كل واحد يكتب كده تعريف في البيم ونبدأ نتحاور فيه، ومفيش تعريف خطأ، يعني كل واحد بيبقى ليه التعريف الخاص بيه. يا ريت الناس اللي موجودة تكتب ايه هي تعريف البيم بالنسبة لهم. تمام، يعني ممكن واحد يكون بيركز على الحصر فيقول لك البيم ده مثلا أداة قوية جدا لتحديد التكلفة،
ممكن واحد تاني مركز مثلا على موضوع الكلاشات، شايف ان البيم حللوا مشكلة كبيرة جدا كانت بتواجهه. في واحد تاني كان تركيزه كله على البري فابريكيشن، ان هو الشركة بتاعته كانت بتصنع الاجزاء بتاعة الضغطات وكانت بتبعتها الموقع، فكان بيحصل غلطات كتيرة جدا، فده ادى لهدر كتير جدا، ان هم كانت ممكن القطعة تبقى اكبر من اللي هم عايزينهم في الموقع فيضطروا يقطعوا، او اصغر فبتترمي. فلما اتجه ان هو يعملها بالبيم فاصبح فيه انفورميشن كتيره جدا، فده ادى ان الشغل بيكون كويس. وفي واحد تاني تركيزه مثلا على البلاننج، هو راجل مهندس بلانر وشغال في ان هو يحط خطط للمشروع واداره المشروع، فهو شايف ان البيم هو اقوى استفاده منه هي النقطه دي. واحد تاني معماري بيقول لك لا، ده انا البيم بالنسبه لي احسن حاجه فيه ان انا اقدر اخد سكاشن كتيرة، وده بيوفر عليا وقت، الفينش بتاعه كويس جدا، بقدر احط انفورميشن معلومات. فهو شايف ان البيم بيفيده كتير جدا في ان هو بيسهل عليه ادارة المعلومات وادارة الانفورميشن اللي موجودة في قلب المبنى، يقدر يعمل شيت روم بشكل قوي يحط كل المعلومات اللي هو محتاجها، ودي نقطة قوية جدا في موضوع البيم. فاتمنى الناس الموجودة تكتب ايه هو البيم بالنسبة له، او ايه تعريف البيم بالنسبة له، عشان نستفاد برضه. تمام، طيب على ما حد يكتب نبدأ نشوف كده كلمة البيم كده نفصصها ونبدأ نتكلم فيها. كلمة البيم هي بي اي ام، Building Information Modeling. البي هي ان انت ده متخصص في البناء، يعني ما ينفعش تمسك البيم دوت وتشتغل بيه حاجات مثلا اللي تكون بتصدمه، مثلا في ناس بتصدمه ان هي تصمم بيه هدوم مش هيقول لا، ترسم بيه عصافير مش هيقول لا، تعمل بيه اي حاجه مش هيقول لا، يعني هو عباره عن كانك ماسك ورقه وقلم وبترسم، فما بيعترضش وما بيعرفش هو بيرسم ايه. يعني ايه اللي يفرق في الاوتوكاد الباب عن الحيطه؟ اللير، هو محطوط ده على اللير وده على اللير بس، لا اكثر ولا اقل، دي الفكره كلها. انما في البيم لا، هو ما ينفعش تحط حيطه مكان باب، او تلخبط بينهم، او تحط عمود انشائي مكان عمود معماري، رغم ان الاثنين اعمده، بس ده بيبقى ليه الخصائص بتاعته وده ليه الخصائص بتاعته. ولما تخش تضفي الاعمده المعماري، هو عارف الاعمده المعماري من الاعمده الانشائي، ما بيختلطوش مع بعض، كل واحد منفصل بذاته. تمام، طيب البيلدينج مقصود بيها الطرق، مقصود بيها المباني، مقصود بيها الشوارع، مقصود بيها المدينة كلها، يعني ممكن تكون فيلا، ممكن تكون مدينة، ممكن تكون شارع، كل ده نقدر نقول عليه ان هو بيم. فكلمة البي هنا مش مقصود بيها ان هو مبنى صغير او بيلدينج، لا، ممكن اي حاجة بتتبني. تمام، فالمدينة كلها لو معمولة بالبيم، يبقى انا عندي كمية معلومات كتيرة جدا اقدر اتحكم في استهلاك الطاقة والهدر بتاعها، واعمل سيفتي قوي جدا لان انا عندي انفورميشن. دي الكلمة التانية بقى اللي هي الاي، اللي هي الانفورميشن. لو احنا بصينا كده ايه مشكلة الكورونا اللي موجودة دلوقتي، مشكلته ان احنا ما عندناش معلومات عنها، انما لو عندنا معلومات هنقدر نسيطر ونقدر نعرف ايه ازاي بتنتشر وازاي نقدر نتحكم فيها. تمام، يعني في حاجات اسمها الجي اي اس، اللي هو ان انا بقدر اشوف يعني خريطه فيها معلومات. يعني الجي اي اس دي لو ما فيهاش انفورميشن اللي هو حرف الاي، تعتبر خريطه ميته، خريطه. تمام، الفرق بينهم ان في معلومات وداتا بنستفاد منها كتير جدا، والبيم بيتكامل مع الجي اي اس. لو احنا قدرنا نحدد الكورونا دي بتنتشر فين وتروح فين وايه الاماكن اللي بتنتشر فيها، نقدر نعرف النهج بتاعها، وعشان جديد ما عندناش معلومات، فعشان كده احنا خايفين منه ان احنا ما نقدرش نسيطر عليه. طيب في كذا مرض قبل كده انتشروا وبسبب الانفورميشن ودي اهميتها قدرنا نسيطر عليها، وقدرنا يتكامل مع الجي اي اس ونقدر نسيطر عليه. على سبيل المثال مثلا الملاريا، بدل نحط المعلومات بتاعته مع المعلومات الخاصه بيه الناموس، فعرفنا ان هو بيتواجد في الاماكن اللي موجود فيها الناموس، ففي احتمال كبير يكون في ارتباط بينهم. فبما ان في خريطتين وعندنا معلومتين، قدرنا ان احنا نعرف ان سبب انتشار الملاريا هو الناموس، فلو قدرنا نقضي على الناموس او بيض الناموس اللي هو لسه بيحطه على البحيرات، بنقدر نتحكم فيه.
فهي الفكرة كلها نقدر نتحكم وندير الحاجة لو احنا عندنا معلومات. لو احنا ما عندناش معلومات مش تقدر تدير اي حاجة خالص، تمام؟ يعني لو احنا عندنا مثلا مشكلة في المبنى وعايزين ناخد قرار، طب هناخد القرار ده بناء على ايه؟ يعني هل بناء على الحظ، ولا بناء مثلا ناخد الآراء وهكذا، ولا بناء على معلومات؟ احنا مثلا عايزين نشوف نشتري دي ولا نشتري دي، طب انا الافضل، طب نشتري من الشركة دي ولا من الشركة دي. لازم يكون عندنا معلومات عن الشركة دي وسابقة اعمالها، ومعلومات عن الشركة دي وسابقة اعمالها، عشان نقدر ناخد قرار ونقدر نقارن بينهم. انما من غير المعلومات ما نقدرش ناخد قرار. فقوة الانفورميشن في ان انا اقدر اخد قرار، سواء انا مدير، سواء انا مهندس، سواء انا موجود في قلب المشروع، اقدر اخد القرار اللي انا عايزه. هل الغي ديت، هل اكمل في ديت، اني الاسهل ليا؟ ممكن يكون مثلا في كذا نوع ماتيريال موجوده، فانا مش عارف اني اللي استخدمه عشان اوفر مثلا في الطاقه، او ان انا اعمل عزل معين وحاجات زي كده. فاقدر من خلال البيم ان انا اعمل كذا سيموليشن، احط كذا ماتيريال، وكل مره بعمل محاكاه واعمل تحليل للمبنى، واقدر اشوف اقرب نتيجه للحاجه اللي انا عايزها وابدا استخدمها. ممكن مثلا تكون انت عايز توفر حرارة، ففي كذا نوع من انواع الزجاج، فتحط كل مرة نوع جلاسز معين وتبدأ تشوف اي واحد فيهم اللي هيوفر في الطاقة وتبدأ تستخدمه. دي قوة الانفورميشن وقوة المعلومات اللي عندي. فالموديل عندي تقدر تحط فيه اي معلومات. لو انا مثلا عملت سلفت على حائط مثلا في قلب الاوتوكاد، ايه المعلومات اللي انا ممكن احصل عليها؟ الطول والعرض وخلاص، ما اقدرش اخد معلومات اكتر من كده. انما مثلا في البيم لو انت عملت سيلكت على اي حائط، هتاخد اليو فاليو، هتاخد الماتيريال اللي موجوده، هتقدر تعرف اسم الشركه اللي بتصنع الحاجه ديت، تقدر تعمل بري فابريكيشن للحائط. يعني في اغلب برامج البيم بتلاقي ان انت لو عملت سيلكت على الحائط بيديك خاصيه ان انت تعمل بري كاست، وان انت تعمل بري فابريكيشن للحائط دوت، وتبدا تقسمه وتعرف التواريخ انت محتاجها امتى في قلب الموقع، فتبدأ تعمل طلب للحاجة دي في التاريخ اللي انت عايزه. يعني من اول خالص، من اول يوم تقدر تبعت طلب، انا محتاج الحاجة دي في اليوم الفلاني، محتاج مثلا انا لسه هو في شهر يناير، بس انا محتاج الحاجة دي في شهر ابريل، تمام؟ طيب لو انا مش عارف الميعاد بالظبط، والحاجة دي جت قبليها مثلا بشهر شهرين، فانا محتاج ان انا اخزنها، تمام؟ محتاج ان انا اجر مكان اخزن فيه الحاجة ديت. طب لو اتأخرت، انا كده في تأخير، في الشغل واقف، العمال واقفين، ممكن ابني حاجة قبل ديت ويكون ترتيبهم مش مظبوط، فاضطر ان انا اكسر حاجة بعد كده. فالاحسن ان انا اطلب الحاجة وبعرف ان انا هحتاجها في شهر ايه بالظبط. حتى البي ام بي الاصدار السادس في جزء البروكيورمنت قال لك احنا بننصح بشدة ان احنا نستخدم البيم في حاجة زي كده. تمام، لو أي حد عنده أي أسئلة يا ريت يعرفنا، ونحاول إن شاء الله نفكر مع بعض فيها ونحاول نلاقي لها حل بإذن الله. تمام، طيب الام هي موديلنج، إن أنت لازم تعمل حاجة موديلنج. يعني ما ينفعش نقول إن إحنا بيم وإحنا 2D أو ملف وورد أو ملف إكسل، اللي لازم يكون 3D أو 4D أو 5D أو 6D، لازم كل الحاجات دي. تمام، طبعا ال 3D اساسي، ما ينفعش نتكلم على بيم واحنا ما عندناش 3D. بعد كده ال 4D وال 5D وال 6D والحاجات ديت بتيجي بعد كده، بس لازم يكون عندي ال 3D. دي نقطة الانطلاقة بتاعتي، او دي الحاجة الاساسية بالنسبة للشغل بتاعنا، ان انا يكون عندي موديل 3D. تمام، فهو موديلنج او مانجمنت. مانجمنت يعني ادارة معلومات المشروع، ادارة معلومات المبنى. تمام، ان انا اعرف ادير كميه المعلومات الرهيبه جدا في المشاريع بتاعتنا. بيبقى عندي كميه معلومات رهيبه جدا، بيبقى عندي معلومات خاصه بالفساد، بالبلامنج، بالتكييف، بالاستراكشر، حاجات داخله مع بعض. بيجي لي معلومات مثلا الاسانسير جاي، معلومات كتير جدا. كل مكنه بيبقى ليها مثلا حاجات بتوصل بيها في التكييف، حاجات في الميه، حاجات في الدرين، حاجات في الكهرباء. لو نسيت حاجه فيهم بتبقى مشكله. فلذلك في تكنولوجيا البيم بيديني امكانيه ان انا اعرف اذا كانت في حاجه مش متوصله او في حاجه ناقصه ولا لا. يعني ببدا اشوف المكنه، فلو في حاجه مثلا مش ناقصه، او انا مثلا مكنه اير هاند يونت مش متوصل بيها الدرينج، فبنتبه لحاجه زي كده. مكن مثلا بتاع كهرباء، في حاجه مثلا المفروض توصل بيها، بيبدا ينبهني حاجه زي كده. ف
فهو بيوفر لي ادوات ان انا اتاكد ان الشغل بتاعي سليم. لو انا شغال باسلوب عادي او بالاساليب التقليديه اكيد مش هاخد بالي، ممكن انا مثلا مكنه تكييف، مهندس تكييف مركز عليها ومش منتبه ان لازم يكون فيها درينج او في مثلا وصل الكهرباء مش متوصله، حاجه زي كده. تمام. فلازم واحد يكون واخد باله من الموضوع دوت. الموضوع المعلومات دي اهم حاجه في التكنولوجيا البناء، ان تكون المعلومات متوفره عشان ناخد القرار. طيب احنا قلنا 4D، ايه هو ال4D؟ هو بيقول لك ان ال4D هو الزمن. يعني ايه الزمن؟ يعني انا عايز اشوف المبنى ده وهو بيتبني، بحيث ان ابدا اشوف مثلا الارض اهي ما فيهاش اي بونه خالص، وبعد كده بيبدا الاكسبكيشن الحفر، وبعد كده بتبدا تظهر الاساسات، وبعد كده بيبدا يظهر الاعمده، الكمرات، الحوائط، وبعد كده الابواب، الشبابيك، الحاجات دي كلها. فدي ممتازه جدا ان الواحد يتخيل المبنى هيبقى عامل ازاي، مش يشوفه كتله واحده، لا يشوفه كمراحل بناء. فدي بتفيد ان الواحد يبقى فاهم المشروع هيتم ازاي، وايه اللي هيتم في الشهر ده، وايه اللي هيتم في الشهر دوت. هو بيديني معلومات وبيوريني شكل المبنى، وزائد بيديني التكلفه، فبيقول لي مثلا في الشهر ده التكلفه هتبقى كذا، والشهر ده التكلفه هتبقى كذا. التكلفه دي بتبقى بناء على العناصر اللي المفروض هتتعمل في الشهر دوت. فده بيديني قدره كبيره جدا ان انا اقدر اقول مثلا الفلوس اللي موجوده دلوقتي مثلا 2 مليون، 2 مليون دول هيكفوا لحد شهر ابريل. يبقى انا قبل ما يجي على شهر مايو لازم اكون طالب من المالك او من المستثمر او ضخيت فلوس في المشروع عشان نقدر نكمل وما نقفش. تمام. في اي اسئله؟ طيب ده بالنسبه للفور دي. الفايف دي هو عباره عن تقدير التكلفه، ان انا ببقى حاطط تكلفة كل العناصر. التكلفة دي مش مقصود بيها ان انا امسك الباب واقول الباب ده هيكلفنا قد ايه، لا ده اكتر من كده. اكتر من كده بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابدا اشوف مثلا الباب ده هيكلف قد ايه كمواد خام، هيكلف قد ايه كتكلفة الناس اللي هتبني مثلا، او الناس اللي هتيجي تركب. تكلفة لو انا استعنت بمقاول من الباطن مثلا، كل المعلومات دي ببدا ادخلها، هو بيبدا يحسب لي التوتال بتاعتها ويقول لي فعلا التكلفة الفعلية للحاجة دي هتبقى قد ايه. تمام. فدي بتبقى كويسة جدا. يعني ساعات صاحب المشروع يقول انا عايز موديل بيم، طب ايه اللي انت عايزه منه؟ انا عايز بس تقدير التكلفة، انا مش عايز اي حاجة خالص غير ان انا اعرف التكلفة قد ايه. ليه؟ هو مثلا داخل على مشروع فعايز يعرف المشروع دوت لو انا قدمت عليه بمبلغ مثلا مليون، المليون ده هيبقى كتير ولا قليل؟ ما ممكن يكون مثلا اكتر بكتير من المشروع، فالمشروع ما يرساش عليه، او هو يقدم سعر قليل خالص فالمشروع يقف عليه بخساره. فهو عايز يعرف التكلفه هتبقى قد ايه عشان يشوف نسبه الربح بتاعته، ويدخل المشروع ده ولا ما يدخلش، ويدخل بكام. تمام. والرقم دوت بيبدا يتغير كل شويه، يعني كل شويه الرقم بيبقى اكتر دقه. يعني احنا في بدايه المشروع فالمعلومات عندي مش دقيقه قوي، لان مثلا الماتيريال لسه ما اتحددتش بدقه. بعد شوية بتبدأ مثلا حد يقول احنا عايزين الماتيريال الفلانية، فبنبدأ ندخلها، فبيبدأ الموضوع أكثر دقة. بعد شوية بنبدأ ندخل في تفاصيل أكتر. بعد شوية خلاص اتفقنا على الشركة وعرفنا الحاجة بكام بالظبط، والحاجة مثلا طلعت شوية عشان الدولار أو سعر البترول أو حاجة كده، فالأرقام بتبقى كل مرحلة بتبقى أكثر دقة. فالفايف دي شغالة معانا طول فترة المشروع، بنبدأ نعمل تطوير للمعلومات. طيب في حاجة بس اسمها 6D، ودي مهمة جدا في البيم، ألا وهي الاستدامة أو السستينابيلتي أو الجرين بيم، أو إن أنت تعمل حاجة صديقة للبيئة. دي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه؟ لأن المبنى ده معمول أصلا عشان الإنسان يبقى موجود فيه، مش معمول عشان يبقى شكله حلو وخلاص. لا، مهم جدا طبعا الشكل الجمالي والشكل، بس مهم أكتر الراحة النفسية، إن الناس اللي تكون موجودة تكون مستريحة نفسيا، لأن إحنا بنقعد تقريبا 90% من وقتنا جوه المبنى. فلو المبنى معمول غلط ده هيسبب في امراض نفسيه كتير، وناس كتير تقعد تقول لك انا حاسس باكتئاب، انا حاسس بخنقه، انا حاسس باعراض الكورونا، انا حاسس بكرش نفس، حاسس حاجات كتيره جدا. تمام. لا، ده هو الفكره كلها ان المبنى لم يصمم مظبوط، ففي مشكله في التهويه، مشكله في جوده الهواء الداخلي،
ودي من الحاجات اللي بناخد عليها نقط في الليد، ان احنا عاملين جودة هواء داخلي كويسة للمبنى. هنتكلم على موضوع الليد ده سريعا قبل ما ندخل في 6 دي بإذن الله. فهو في برامج كتيرة جدا بتعمل موضوع السستينابيليتي، تمام. طيب هل البرامج دي كلها بيم؟ طيب البرامج دي كلها بتتكامل مع برامج البيم. يعني ايه؟ يعني برامج البيم كلها من شركات مختلفة، في تبع اوتوديسك، في تبع شركة مثلا تكلا، في شركات كتير جدا بتعمل. فلو ان كل واحد فيهم ليه امتدادات مختلفة، يعني ده مثلا بيشتغل بالار في تي، ده بيشتغل بالدي دبليو جي، ده بيشتغل بايه ال ان، كل حاجات كتير جدا. فلو ان لغات مختلفة، ان كل واحد فيهم، واحد مثلا بيتكلم فرنساوي، واحد بيتكلم الماني، واحد بيتكلم لويندي، فمحتاجين لغة مشتركة. فعملوا مع بعض كده شركة كده بيلدينج سمارت، شركة غير هادفة للربح. ولما تسمع كلمة غير هادفة للربح تعرف ان هم بيكسبوا كتير قوي يعني. فالشركة دي هدفها انها توجد حاجات مشتركة بينهم. فهم قعدوا لقوا كذا صيغة مشتركة، زي مثلا جي بي اكس ام ال، زي الاي اف سي، الحاجات دي كلها لغات مشتركة. يعني تقدر تاخد من البرنامج الفلاني ايه وتديه للبرنامج ايه عن طريق بي، عن طريق ان انت بتصدره للاي اف سي او الجي بي اكس ام ال. فكل برامج الاستدامة شغالة بالجي بي اكس ام ال، بتقبل جي بي اكس ام ال وبتقبل الاي اف سي. فتقدر تطلع كل الداتا الجي بي اكس ام ال جرين بيلدينج اكسترنال مارك اب لانجوج، وده بيبقى عامل زي ملف ال HTML جواه معلومات ممكن تكون مش واضحة للإنسان، بس لو هو اتعود عليها بيقدر يفهم المعلومات. يعني تلاقي كلمة مثلا وول بين علامة أكبر وأصغر، تمام، قوسين كده، وتقدر تلاقي المعلومات الخاصة بالوول. فبتدخل على برامج الاستدامة زي مثلا ديزاين بيلدينج، وديزاين بيلدينج بيقبل امتداد الـ IFC برضو، زي مثلا الفزاري، زي الإيكوتكت، زي جرين ستوديو. في برامج كتير جدا هو بيبدأ يتعامل معاها، اوبن ستوديو بيبدأ يتعامل معاها وبيبدأ ياخد منها الداتا ويبدأ يقول لنا احسن تصميم للمبنى. يعني ممكن تصميم مبنى لو لفيته مثلا 10 درجات يسبب في دخول الشمس اكتر، سبب في تهوية اكتر، يسبب في ان هو يبقى مثلا مواجه للرياح. ففي عوامل كتير جدا، مجرد انت غيرت حاجة بسيطة أثرت في المبنى وخلت الجودة بتاعت المبنى أكتر أو توفير الطاقة أكتر. تمام، في سؤال هنجاوب عليه. المهندس محمد أيمن بيقول إيه مميزات البيم لمهندس تصميم الأشياء؟ طيب هو ليه حاجات كتيرة جدا، زي مثلا إن هو يبدأ يشوف المشاكل والأحمال والحاجات دي، زائد إن هو لما بيصمم على برنامج البيم زي مثلا برنامج تكلا او ريفيت او برامج كتير جدا بتاع الحاجات دي، تقدر تاخد الموديل ده جاهز تدخله على برنامج الساب، تدخله على برنامج روبوت، تدخله على اي برنامج من البرامج، بيبدأ يتعامل معاه عليه من غير ما تاخد جهد كبير في تحويله للموديل هناك، تمام. يعني هو مثل الموديل في البيم اللي انت بتبنيه مرة واحدة وتبدأ تشتغل عليه. انما لو انت مثلا بالاسلوب العادي كنا مثلا محتاجين نعمل تحليل مثلا للشمس او الحراره، كنا بندخل ناخد الخرائط الاوتوكاد 2D ونروح مدخلنا على برنامج مثلا زي الايكوتكت، ونبدا نرسم الموديل ونرسمه على الايكوتكت. هو الايكوتكت ليه تصميم. الحاجات اللي انت بتعملها موديلنج على الايكوتكت ما ينفعش تاخدها تحطها في برنامج زي برنامج ساب، ده برنامج وده برنامج ما لهمش دعوه ببعض. فنفس اللي هتعمله هنا هتعيده في الروبوت، هتعيده في الساب، هتعيده في سي في دي. فكان جهد مضاعف جدا ان انت كل حاجة من دول تبذل فيها جهد، انما دلوقتي خلاص انت تبني الموديل مرة واحدة وتاخده وتبدأ تحطه في كل مكان. طيب استاذنا الكبير المهندس ايهاب زكريا سأل سؤال جميل جدا، هل في بري ريكويرمنت للبدء في البيم؟ اه تمام، السؤال جميل جدا. طيب ايه هي البري ريكويرمنت عشان نبدأ في البيم؟ طيب لو احنا بنتكلم كمشروع، وغير لما نتكلم كشركة، غير لما نتكلم كأشخاص، غير لما نتكلم كدولة، كل واحدة من دول يعني فيها رسالة دكتوراه. بس خلينا سريعا كده نقول، لو أنا ببتدي كشركة أو كمشروع، خلينا نبدأ كمشروع. كمشروع أنا محتاج إن أنا أعرف 3 حاجات. أول حاجة الـ OIR Organize Information Requirement، يعني
ايه الحاجات المتطلبات القانونية او المتطلبات للمنشأة او المتطلبات بتاعت الشركة بتاعتي او متطلبات الدفاع المدني عشان المبنى ده ما يترفضش، اسمها OIR. دي حاجة اساسية لازم نكون عارفينها. على سبيل المثال في المكان دوت، هو مكان بتاع زي مثلا التجمع الخامس، يقول لك ايه، ما تبنيش اكتر من 4 ادوار او 3 ادوار، فدي ريكويرمنت، دي حاجه اساسيه بالنسبه لي لازم تكون عارفها ايه هي المتطلبات بتاعه الاو اي ار في المشروع دوت، تمام؟ ودي لازم تكون مهمه، حتى لو المالك قال لك انا عايز عكس كده، تقول له لا، ده السقف بتاعي ما اقدرش ان انا اتعداه او ان انا اكسره. في حاجه اسمها الاي اي ار اللي هو اسيت انفورميشن ريكويرمنت، اللي هو اللي هيشغل المبنى نفسه، ايه الحاجات اللي هو طالبها. يعني ما ينفعش انا اقول له اجيب مثلا ماتيريال معينه وبعد كده يجي هو اللي هيشغل المبنى او المالك بتاع المبنى يقول لك لا، ده انا الحاجه دي مش هتناسبني، الحاجه دي هتأذيني. على سبيل المثال مثلا، انت جايب تكييف لكل غرفه، تكييف مستقل اللي هو اسبلت، تمام، ممكن يكون ارخص، بس هو يقول لك لا، كتكلفه تشغيل اسهل لي واحسن لي واوفر لي ان انا جبت تكييف مركزي. فما ينفعش ان انا ابني المبنى واخلصه وبعد كده اروح اقعد مع الاو اي ار اقول له، مع الاي اي ار اقول له انت عايز ايه. لا، لازم ابقى عارف ايه الحاجات اللي عايزها الاي اي ار من اول يوم، تمام. طيب في حاجه ثالثه بقى اسمها الاي اي ار، تمام، ودي بتبقى بندخل معاها الاو اي ار والاي اي ار بحيث ان هما كلهم تبقى حاجه واحده. يعني بحط المتطلبات ديت، ما ينفعش الاي اي ار متطلبات المالك تكسر الاو اي ار او الاي اي ار، تمام. لا، انت هعمله كل اللي انت عايزه، بس في حاجات معينه قوانين بتحكم. فبنقعد مع الاي اي ار، انت عايز ايه؟ انا عايز ابني مثلا 4 فيلل او 4 شاليهات، وعايز اوصل بينهم بكذا، وعايز اعمل كذا. كل الحاجات دي هي الاساسيه قبل ما اشتغل فيها، تمام. سؤال جميل جدا يا استاذنا، ايه العلاقه بين البيم والريفت؟ تمام، حاضر. فالاي اي ار هي متطلبات المالك. انا بقعد معاه بقول له انت عايز ايه في المشروع دوت، ممكن يقول لي انا عايزك تعمل لي مثلا البيم وتوجد لي كليشات وتعمل لي الحصر، خلاص اتفقنا. طيب يقول لي طب انا عايز منك حاجه تانية، ان انت تدرب الصف بتاعي، عايزك تدربهم على البيم. طيب خلاص اتفقنا، العقد شرايط متعاقدين، هدرب لك الناس بتوعك. طب انا عايز منك حاجه تانية برضو، ان كل الاجهزه اللي عندك تكون ورك ستيشن، تمام. عايز كل البرامج اللي هتشتغل عليها في المشروع ده تكون لايسنس، تكون نسخه اصليه، ما فيش حاجه كراك. جميل جدا، كل اللي انت عايزه دي حاجات بتتحط في الاتفاقيه وبنبدا نشتغل عليها، تمام. الاتفاقيه دي لو مش موجوده مش هنعرف نسلم شغل. يعني هنقول له اه اتفضل، يقول لك ايه ده هو ده البيم، لا مش هو ده البيم، ده انا البيم عايزه فيه حاجات معينه مش موجوده، تمام. فعشان كده بنعمل بيم اكشن بلان، حاجه زي العقد كده فيها كل حاجه هتسلم ازاي وتاريخ التسليم وايه المعلومات. وممكن اقول له طب المعلومه دي مش هسلمها لك، وبنتفق على درجه التفاصيل اللي هو الاو دي، ليفل اوف ديفلوبمنت اللي هتسلم، تمام. دي حاجه اساسيه عشان ما نختلفش. كان في مشروع بقالهم شهور كتيرة اللي صمم بيقول لك انا خلصت، واللي بيستلم بيقول لك لا، انا شايف ان انت ولا 10% من اللي انا عايزه. فجيت انا في النص كده، لا طب ايه، طب تعالوا نعمل الورقة، لانه كل ما هو بيطور التاني بيقول له مش ده اللي انا عايزه. فالموضوع قعد شهور طويلة لحد ما عملنا البيم اكشن بلان، ده هيسلمك كذا والتاريخ كذا ودرجة التفاصيل اللي هيسلمها كذا، وهو مش هيسلمك مثلا تسليح، التسليح مش هيبقى فيه تسليم، الفساد مثلا درجة التفصيل اللي هسلمها لك 300 مش هسلمك 500، هي في درجات كده بحيث ان انا كل تسليمة بيبقى فيها درجة تفصيل، وافقت عليها بندخل في درجة تفصيل اكتر. فالاتفاق ده سهل كتير قوي، تمام. فالموضوع كان كويس جدا لما اتفقنا وحطينا نقط على الحروف وبدأنا ننظم الموضوع. فالبري ريكويرمنت هي دي، ان احنا نكون متفقين وحاطين الورق وما فيش اي اختلافات. الحاجه التانية لو احنا مثلا بنتكلم على البري ريكويرمنت مثلا في كدوله، لازم يكون في ناس فاهمه بيم في قلب الدوله. يعني مثلا في قطر مثلا، كنت انا باحث مساعد في جامعه قطر على موضوع تطبيق البيم، فمن ضمن الحاجات
هل في عدد كافي تطبيق بيم وفاهمين بيم في قطر ولا لا؟ فلقينا الموضوع محتاج ان احنا نقعد شوية. يبقى في استلام مثلا، هستلم الموديل ازاي؟ في كود، في كود مصري دلوقتي لسه نازل حديثا، وفي شغل كويس جدا في الكود بتاع البيم موجود. فدي من ضمن الحاجات على اساس نبدا نطبق البيم في الدوله. تمام. طيب احنا ليه عايزين نطبق البيم في الدوله وفي الشركات وفي الحاجات دي؟ لان هو بيوفر كتير جدا، طبعا حاجات كتير جدا بس انا اختار واحده منها، عشان هو بيوفر في هدر الموارد. هدر الموارد في المشاريع بيوصل في بعض المشاريع ل 40%. فتخيل مثلا تكلفه المشروع 1,000,000، 400,000 منهم هدر بسبب عدم التنسيق، بسبب المشاكل اللي بتحصل. فالبيم بيوفر لي المشاكل دي، فعشان كده انا بحب استخدم البيم. ولما بشتغل في مشروع كده ببقى متضايق، ولو احنا بندرس المشروع الاول هل احنا مستعدين محتاجين بيم ولا لا. لو مش محتاجين بيم ما بنشتغلش بيم، ممكن يكون المشروع ده عملنا زيه قبل كده فاحنا عندنا المعلومات، فممكن نشتغل بنفس المعلومات اللي فاتت. بس غالبا بيبقى فيه اختلافات، فبنشتغل بالبيم عشان نفسنا نوفر الهدر، لان الهدر ده في الموارد ده مش حقنا، ده حق الاجيال القادمه، واحنا عايزين نحافظ عليها مش عايزين نعمل لها هدر. فلو احنا بنطبق البيم في الدوله في كذا حاجه لازم تكون متوفره. لازم يكون في مثلا فاميلي، مثلا احنا مثلا بنبني باسلوب مختلف، فلازم نعمل الفاميلي اللي احنا محتاجينها للحاجه دي. فنبدا نجهزها، مثلا نبدا نحط مثلا كود، نحط مثلا ستاندر. الستاندرد الحالي الدول الاغلب ده شغاله بيه اللي هو الايزو 19650، وفي ستاندرد كويس جدا اللي هو سنغافوري مميز ومنظم وحاجات زي كده. تمام. طيب لو واحد عايز يبدا يشتغل في البيم او يبدا يطبق البيم، محتاج ان هو يبدا يسطب السوفت وير، يبدا يستقر على السوفت وير اللي يشتغل عليه، يبدا يفهم ان في تكنولوجيا اسمها البيم مش مجرد سوفت وير. تمام. فاحنا حتى في بيم اريبيا عاملين كده حاجه اسمها جاست تو بيم، ده دروس مجانيه تماما على اليوتيوب، على قناه بيم اريبيا هتلاقي شرح لكل الحاجات، فيها كل الدروس اللي في اكتر من مركز في بريطانيا وفي امريكا وفي كذا مكان، عاملينها بالعربي بصوت سهل جدا. طيب نروح بقى للسؤال الجميل قوي اللي هو هل في علاقه بين البيم والريفت؟ طيب البيم هي فلسفه او تكنولوجيا او فكره ان انا احط كل معلومات المشروع على الكمبيوتر، بحيث كأن انا بنيت البيت ده في الحقيقة وموجود عند البيانات بتاعته. يعني على سبيل المثال، لو احنا مثلا عايزين نعمل مشروع قومي كبير جدا زي مثلا الاهرامات، لما جم يعملوه قال لك احنا خايفين نحصل في اي مشكلة، ما اتعملش مشروع قبل كده بالحجم ده في العالم كله. تمام. فهنعمله ازاي وهنخش ازاي قال لك احنا هنعمل هرم صغير ونبدا نشوفه ونشوف المشاكل ونحلها قبل ما نعمل هرم كبير ده. فتكلفة عمل الهرم الصغير وبعد كده يعملوه هرم قريب منه ويبداوا يشوفوا ويعملوا موديل واثنين وثلاثة، على الحقيقة تكلفته ممكن تتعدى تكلفة الهرم نفسه. يعني الهرم مثلا ممكن هيكلف مليون، معرفش العملة بتاعتهم ايه في القدماء المصريين، بس هتتكلف اكتر منها بالموديل. انما لما بنحط الموديل على الكمبيوتر ما فيش حاجه خالص، ده هو شويه سوفت وير والراجل الغلبان اللي شغال ده بياخد مثلا اكله وشربه وخلاص، يعني ما بيبقاش في تكلفه خالص، عكس لما تبني حاجه في الواقع. فهي التكنولوجيا وفرت كتير جدا ووفرت وقت ومجهود وشغل كتير جدا. فاي برنامج يطبق التكنولوجيا دي ويطبق الافكار دي يبقى بين ايه الافكار ديت؟ ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها من العنصر دوت. تمام. يعني لو انا عملت سيلكت عليه اقدر اعرف تكلفته، هشتريه امتى، هيتركب امتى، الصيانه بتاعته تبقى امتى، كل المعلومات دي تبقى موجوده اي كان البرنامج اللي احنا هنستخدمه. يعني ممكن الاوتوكاد يبقى كده، ممكن لو الاوتوكاد ده في اوتوكاد اسمه اوتوكاد معماري، اوتوكاد انشائي، اوتوكاد ام اي بي، دي بيبقى فيه بعض الادوات اللي موجوده اللي بتساعدني. تمام. بس مش بنفس قوه الريفت او بنفس قوه الاركيكاد او بنفس قوه التكله. تمام. دي برامج مخصصه ومصممه عشان تبقى بيم. في السكتش اب، السكتش اب طبعا مش من برامج البيم، بس في اداه بتسطب عليها بيتحول لبيم. في برنامج اوبن سورس ومجاني اسمه فري كاد، ده بدأ يحط فيه ادوات مخصصه للبيم. فلو اتحققت فيه الخاصية ان انا اعمل سيلكت على عنصر يجيب لي البيم، لو انا عملت سيكشن في اي مكان
يطلع لي على طول وبنفس المواصفات، ولو عدلت في السكشن اتعدل في البناء اتعدل في 3D، ده كده بدأنا هون نقول ان هو من برامج البيم. طيب لو انا مثلا جبت برنامج معروف ان هو بيم زي ريفيت وما اشتغلتش بيه بفكر البيم، يعني ايه؟ يعني مثلا بدأت ارسم دكت مثلا واقول ان الدكت ده كيبل تري، او بدأت ارسم كيبل تري واقول ده حيطة، المهم ان هو طالع في ال2D مظبوط، يعني في ال2D انا شايف خطين ومكتوب عليه حيطة فانا اقتنعت ان هو حيطة، ده ما بقاش بيم. ليه؟ لان انا لما اجي اخد منه حصر الحصر يطلع غلط، لما اجي اقول له كلاش ديتكشن هيبقى مش هيبقى فاهم حاجه. لو انا قعدت اعمل كله موديل امبليس برضه مش هيبقى ليه اي لازمه خالص، يعني واحد مثلا كل ما يلاقي مكنه يعملها موديل امبليس، كل ما يلاقي حاجه يعملها موديل امبليس، طب هات لي الحصر، مش فاهم هو مش فاهم ايه حصر ايه. تبقى انت قدامك في اجهزه كتيره جدا بس لما تقول له حصر يقول لك زيرو زيرو. ليه؟ لان هم كلهم معمولين غلط، كان هما ولا شيء، هو شايفهم كلهم ان هما كتله وخلاص. لما تيجي تقول له فين الكلاش ديتكشن بين الكهرباء وبين المعماري، ما يلاقيش لا كهرباء ولا معماري، فما بقاش بيم. فالفكره مش بالسوفت وير اللي احنا بنستخدمه، الفكره بان انا اطبق فكر البيم، وان انا ابقى فاهم فكر البيم، وان انا ابقى عارف ان انا بعمل حاجه اسهل وبتوفر معايا وقت. تمام. فالبيم هو التكنولوجيا، والريفت برنامج من البرامج اللي تحت التكنولوجيا دي، وفي برامج تانية كتير جدا زيه زي الاركي كاد. طب ليه الريفت مشهور؟ قوة الدعاية بتاعة اوتوديسك دي حاجة مهمة جدا، زائد ان الريفت بيتكامل فيه المعماري والانشائي والكهروميكانيكا، بينما الاركي كاد هو فيه انشائي وفيه كهروميكانيكال بس التركيز كله على المعماري، والكهرباء والام اي بي لسه ما وصلتش للمرحله انها تبقى برنامج مستقل، او انه مهندس انشائي يشتغل ويقول لك انا معاه كل الادوات مفيش حاجه ناقصه معايا. في برنامج تكلا مثلا ده متخصص في كهروميكانيكا، فلذلك اوجدوا بقى اللغه المشتركه اللي هي زي الاي اف سي والجي بي اكس ام ال، بحيث ممكن المعماري يشتغل على اركي كاد، والانشائي يشتغل على تكلا، والام بي يشتغل على ماجيك كاد، يشتغل على ريفيت، يشتغل على كاد ام بي، يشتغل على البرنامج اللي هو عايزه. كل واحد بياخد اقوى برنامج هو بيشتغل بيه ويتبادلوا المعلومات ويبداوا يبقوا شغالين مع بعض وشايفين شغل بعض. تمام. طيب دي من النقط المهمه جدا. فالاستدامه بفاحة كتير جدا بنقدر نقيسها من خلال البيم، بنقدر نشوفها هل هي فعلا هتتحقق ولا لا، ودي بتوفر معانا وقت كتير قوي وبتخلينا نعمل تصميم كويس جدا من اول مره ان شاء الله. تمام. طيب احنا قلنا كلمه ليد، الليد هو عباره عن ايه؟ هو أداة لقياس هل الاستدامة متطبقة ولا لأ، بس هو مش استدامة، يعني هو بيديني بعض المعايير، بيديني بعض النقط، النقطة دي اتحققت تاخد عليها درجة، اتحققت تاخد عليها درجة، وبعد كده يجمعهم، وبعد كده لو أنت حققت نقط معينة بتبدأ يقول لك أنت مثلا عملت الليد الذهبي الفضي حسب النقط اللي أنت حققتها. فالبيم بيساعدني إن أنا أتأكد قبل ما أقدم الورق بتاعي إن أنا محقق النقط دي. ممكن أقول له مثلا إيه المفروض ان انا باخد نقط لو انا عامل مثلا منطقه زراعيه نسبه معينه من الحاجه المبنيه، فهل الحاجه دي بتحقق ولا لا، فيقول لي اه دي بتحقق ولا لا. وكنا عملناها باسلوب سهل جدا من خلال السكادول اللي موجود في الريفت، ان هو يبدا يشوف نسبه بين دي ودي ويبدا يديني الرقم، ولو الرقم مظبوط بيديني لون اخضر، لو الرقم غلط بيديني لون احمر، خلي بالي من النقط اللي فيها مشاكل وابدا احلها. واحنا الحمد لله عندنا في مصر الجرين بيراميدز، الجرين بيراميدز بيمتاز عن كل الاكواد بتاعت الاستدامه في العالم ان هو في بيم، يعني بيديك نقطتين لو انت عامل موديل بيم، بيديك 3 نقط لو انت استخدمت الاستدامه مع البيم، بيديك نقطه كمان لو انت مستخدم الفاسيلتي مانجمنت. يبقى احنا كده دخل معانا مصطلح جديد اللي هو الفاسيلتي مانجمنت، اللي هو البعد السابع او يعني ده يعتبر دايمنشن السابع، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ هو عباره عن ان انا هشغل المبنى، التشغيل المبنى ده بعد ما المبنى اتبنى، يعني احنا البيلدنج دي مش مقصود بيها الفيرب البنى بس، ده بعد ما المبنى اتبنى انا محتاج البيم في ان انا ادير معلومات المبنى. وبالعكس ساعات بيجي واحد يقول لك ان المبنى موجود اهو، تعالى تدخل المبنى وتلاقي المبنى شغال خلاص اتبنى كله، وكل الصناعيه اللي كانوا بيبنوا مشيوا والفندق شغال، ويقول لك انا عايزك تعمل لي موديل بيم. طب انت عايز موديل بيم ليه اذا كان المبنى نفسه موجود؟ يقول لك لا ده انا عايز موديل بيم دوت عشان اشغله عشان اعرف اديره.
اعمل له اوبريشن، اعمل له صيانه مينتيننس. ففي برامج متخصصه كده، في برامج متخصصه وفي انظمه كتيره جدا في موضوع البي ام اس دوت، بيلدينج مانجمنت سيستم، وموضوع الفاسيلتي مانجمنت، في برامج كتيره متخصصه. بس لما بياخد المعلومات من الكونستراكشن بيلاقي ورق كتير قوي وبيلاقي بيانات كتير قوي، هو عايز حاجه نهائيه، عايز حاجه منظمه. ولما بنخش بيقول ان عايز ملف اسمه كوبي، ملف الكوبي دوت كونستراكشن اوبريشن بيلدينج كوبي سي او بي اي بيلدينج اكسشينج، ده امتداد كده بيبقى عامل زي ملف اكسل فيه كل غرفه ايه المكن اللي موجود جواها ومواعيد الصيانه بتاعتها وهكذا، عشان نعمل جدول زي ده بالاسلوب التقليدي من ملفات الريفت ومن الاوتوكاد ومن من الاوتوكاد ومن الورق والحاجات ديت. وممكن يكون عندك ملف ريفت بس مش معمول مظبوط، بياخد وقت كتير قوي. انما لو انت شغال بيم مظبوط بضغطة زر بتلاقي المعلومات دي خرجت، وتقريبا بتبقى كلها موجودة لو انت مدخلها مظبوط، والا بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تتكتب مانوال زي مثلا اسم الشخص اللي عمل الموديل، اسم الشركة اللي عاملة الموديل، بعض المعلومات البسيطة اللي بنضيفها لملف الكوبي. فبيوفر وقت كتير قوي لو انت عاملها من خلال برامج البيم. ده موضوع الفاسيلتي مانجمنت. موضوع الفاسيلتي مانجمنت مهم جدا، لان لو انت شغال مثلا بتصمم ممكن تصمم مثلا في 6 شهور، شغال في موضوع كونستراكشن ممكن مثلا 3 سنين. في موضوع بقى التشغيل الاوبريشن وموضوع الفاسيلتي مانجمنت ممكن تقعد في المبنى مثلا 40 سنة انت مسؤول عن الصيانة بتاعته، وما تنساش ان قليل قوي اللي اشتغل في الفاسيلتي مانجمنت. فبيبقى عندك ميزة تنافسية، مفيش جامعات بتخرج بيم وفاسيلتي مانجمنت حتى الآن، إن شاء الله قريب يبقى موجود بس حتى الآن مش موجود. فأنت بيبقى عندك ميزة تنافسية إن مفيش حد في التخصص دوت، فبتبقى قوي. فعشان كده بنصح الناس إنها تخش في البيم وتخش في الفاسيلتي مانجمنت وتخش في السستينابيلتي وتخش في الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي أصبح فيه تطور جامد جدا، حتى الريفت 2021 فيه جزء كده خاص بان هو يبدا يقول لك مثلا اديني غرفه واديني مثلا حاجات انت عايز توزعها، هو يبدا يوزعها لك. تمام، جنريتيف ديزاين، يبدا هو بقى يوزع لك الحاجات عن طريق خوارزميات معينه، يسالك بقى انت عايز اكتر عدد توزع ولا عايز اقل ولا عايز حاجه قريبه من باب، وتديله بعض العوامل يبدا يعمل لك الحاجات. ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل 3 4 كتل كده وارتفاعاتهم كذا، فهو يبدا يديك اشكال كتيره جدا تبدا تختار، تقدر تفلتر ويعمل الكتل اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه. فاصبح في ذكاء صناعي موجود في البرنامج اللي بينزل خلاص، يعني اصبح الذكاء الصناعي في موضوع الكونستراكشن حقيقه مش خيال. اصبح يعني قريب قوي ينزل البرنامج تقول له كده بالصوت بالمايك، انا عايزك تصمم لي برنامج على النسق بتاع زوح حديد او حسن فتحي او نورمان فوستر، وعايزه 3 ادوار وعايزه مثلا كل دور حمامين، وهو بقى يعمل لك التصميم ده كله. ده حاجه ممكن تحصل خلال 2 سنين مثلا، حاجه زي كده. تمام، انا عارف معيدين كانوا قربوا يوصلوا لحاجه زي كده بس وقفوا، لان هم حسوا ان في خطوره جدا من الموضوع دوت، ان كده كل المهندسين هيقعدوا في البيت. تمام، فلا موضوع الذكاء الصناعي من المواضيع اللي اتمنى ان الناس تهتم بيها وتتعلم البرمجه زي برمجه البايثون مثلا او السي شارب، على اساس ان هم يقدروا يبرمجوا يشوفوا ايه الحاجه اللي ناقصه في قلب البرامج وتعملها. لما تبرمج مع البيم بتلاقي سهوله جدا، بتلاقي ان البرنامج فاهم انت عايز ايه، فاهم بيجيب الحاجه منين. انما لما تبرمج مع الحاجات اللي هي مش سمارت بتتعب جامد جدا، بتبدا تعرف كل حاجه وبتبدا تبذل جهد كبير جدا عشان تعرفوا الفرق بين الباب والشباك والحاجات دي كلها في الاساليب بتاعت الكات. انما في البيم لا، هو عارف الحاجات ديت، فممكن تقول له اربط لي دي بدي، ظبط لي الحاجات ديت، فبياخدش وقت خالص في ان هو يظبط الحاجات دي. تمام، طيب ممكن نستخدم البيم برضه في بعد اخر، هم يعني في اختلاف على موضوع البعد الثامن والتاسع والعاشر والحاجات دي، انا واحده فيهم ترتيب بتاعهم يعني حتى الان ما فيش وثيقه رسميه قالت لا خلاص هو الثامن كذا. بس ممكن نقول مثلا السيفتي. تمام، انا ارشح ان السيفتي تبقى هي رقم 8. ايه هي السيفتي؟ ان انا عايز استخدم البيم في ان انا اقلل من حدوث الحوادث والكوارث. يعني ممكن افترض ان في شخص افتراضي هيمشي جوه المبنى، واول ما يلاقي فتحة يروح منبهني خلي بالك ان انت عندك مكان هنا خطر ممكن حد يقع فيه، فلازم تحط سور. تمام، ممكن اعمل سيلكت على العناصر اللي فيها هازارد، فيها خطورة،
واديها رقم معين وابدا اديها لون معين بحيث ان انا انبه الناس ليها. ممكن اوري العمال 3D الحاجه هتلف ازاي، هتعمل ازاي، ادربهم على استخدام الرفعه. كلنا طبعا فاكرين الحادثه الفظيعه اللي حصلت في مكه لما الرفعه وقعت، وانا كنت شغال في مشروع وحصلت الموضوع ده، ان الرفعه فيها في مشكله معينه في الوزن والحاجات ديت، وقعت الرفعه دي لان العامل ما كانش فاهم هندسيا، ما كانش فاهم حكايه الوزن واللفه والحاجات ديت. تمام. وحتى لما قعدنا معاه وقعدنا مع